أحسن الله إليكم. أيضا يقول: وهل هناك حجة في من يقول أن الركوب على الراحلة في السابق دليل على إجازة القيادة للنساء؟ ركوب على الراحلة ما فيها خطر، الراحلة ما فيها خطر ولا يترتب عليها مفاسد، خلاف قيادة المرأة للسيارة ففيها مفاسد، فيها خطر وفيها محاذير كثيرة، ولذلك يمنع منها. والمرأة إذا ملكت سيارة وصار معها مفتاح سيارة صارت تذهب لما شاءت بأي ليل ونهار، معها مفتاح سيارتها ولا أحد يمنعها، وليس للرجل عليها سلطة. وقد يتصل بها فاجر أو فاسق، يتصل بها يواعدها، مش اللي يمنعها أنها تأخذ مفتاح السيارة وتشغل وتروح لما الموعد، لأنها أخذت حريتها، فهذا فيه مفاسد خطيرة. نعم.